يلا زي ما قلت احنا هنتكلم عن الابلكيشن لاير في الموديول 15. الابلكيشن لاير هو بيضم ثلاثه لايرز اللي هو الابلكيشن والسيشن والبرزنتيشن. في التي سي بي اي بي عندنا يسمى بالابلكيشن لاير، وفي الاوزي لاير. في الاوزي موديل بيبقى فيه ثلاثه لايرز على بعض اللي هو البرزنتيشن، او في الاول خالص يعني الابلكيشن وبعد كده البرزنتيشن والسيشن. هنتكلم عن الثلاثه دولت مع بعض ان شاء الله في الموديول 15. طيب التوبيك تايتلز اللي هو هيتكلم اهوت الابلكيشن والبرزنتيشن والسيشن، الثلاثه دول مع بعض. وبعد كده هيتكلم عن مفهوم اسمه البير تو بير اللي هو الاجهزه المتصله ببعض دايركتلي، هيتكلم عنهم وايه اللي بيتم في الحاله ديت. وبعد كده هيتكلم عن ويب والايميل بروتوكولز. طبعا زي احنا قلنا احنا بنتكلم في الابلكيشن لاير، في الابلكيشن لاير يبقى هيتكلم عن بعض الابلكيشنز او بعض البروتوكولز المستخدمه في الابلكيشن لاير. زي مين؟ زي مثلا الدي ان اس والدي اتش سي بي والاتش تي تي بي والاف تي بي والتي اف تي بي وكل البروتوكولز اللي هي بتبقى موجوده في الابلكيشن لينك، والفايل شيرنج سيرفيسز اللي هي فيها ايه، فيها البروتوكولز الخاصه بالفايل ترانسفير. طيب اول حاجه خالص هيبدا يتكلم عن كل لاير من دي وايه الوظائف بتاعت كل واحده فيهم. ففي الاول خالص كده هيقول لك ان الابلكيشن لاير دي طبعا زي ما احنا متفقين في الاوزي موديل اللي هي الابلكيشن لاير موجوده فوق خالص لوحدها هيت، وبعد كده في برزنتيشن وفي سيشن. طيب الثلاثه دول مع بعض في الاوزي موديل بيمثلوا لاير واحده بس في تي سي بي اي بي اللي هي بيسمى ايه؟ بتسمى ابلكيشن. فعشان كده اختصر الموديول وسماه بالاسم بتاع ايه؟ الثلاثه مع بعض اللي هو الابلكيشن. طيب فقال لك ايه بقى؟ قال لك الرابط ما بين الاثنين دولت يبقى ده الابلكيشن لايرز اللي احنا هنتكلم عنهم في الموديل ده، في الموديول ده. طيب الابلكيشنز دي اللي هي زي ايه بالظبط؟ يعني الابلكيشن بروتوكولز اللي احنا بنتكلم عليها زي مثلا الاتش تي تي بي والاف تي بي والتي اف تي بي واي ماب والدي ان اس. طبعا هنعرف الكلام ده كله ايه فايده كل واحده فيه. طيب فالابلكيشن لاير هي الابر 3 لايرز في الاوزي موديل زي ما اتفقنا، ماشي، وهي الابر لاير اللي موجوده في التي سي بي اي بي موديل زي ما احنا شايفين كده في الصوره. بعد كده بيقول لي الابلكيشن لاير بروفايدز ذا انترفيس، هي بتعمل لي انترفيس ما بين الجزء اللي تحت اللي هو ايه بقى، من اول الترانسبورت لاير اللي نازل تحت كده، ماشي، ومين بقى؟ واليوزر. اليوزر بيبقى موجود في الحته دي، ماشي، فلان اليوزر بيفتح ابلكيشن. طيب مين اللي بقى اللي هيوصل الحاجات اللي بيعملها اليوزر لانها تتبعت مثلا لحد تاني او تمشي على اللايرز دي بحيث انها توصل لحد تاني الديستنيشن بتاعك؟ هو ده بقى ايه؟ ده الوصله اللي هي بتوصل ما بين اليوزر نفسه ومين؟ وبقيه اللايرز او الديستنيشن اللي انت عاوز توصل له. طيب فبيقول لي هنا الابلكيشن لاير بروفايد ذا انترفيس، هو بيوفر انترفيس بتوين ذا ابلكيشن يوز تو كوميونيكيت اللي هو بيستخدمها اليوزر اند ذا اندرلاينج نتورك اوفر ويتش مسجز ار ترانسميتد. الحاجه اللي بيتنقل عليها او اللي بيمشي فيها الرساله عشان توصل للديستنيشن بتاعك. طيب ايه بعض الانواع بتاعه الابلكيشن لاير بروتوكولز؟ زي الاتش تي تي بي ده اللي بيستخدم في تصفح اي صفحه على الانترنت، الاف تي بي ده اللي بيستخدم في الفايلز اللي هو بتحمل مثلا فايلز من على الانترنت برضو، والتي اف تي بي، وطبعا في فرق بين الاثنين دولت هنعرفهم كمان شويه، والاي ماب ده اللي بيستخدم في ريسيف الايميل، تستقبل بيه الايميل من على مثلا جيميل او ياهو او ايا كان الايميل سيرفر بتاعك، والدي ان اس سيرفر اللي هو دومين نيم سيرفيس اللي هو مسؤول عن تدي لكل دومين نيم، تدي له الاي بي بتاعه، عشان طبعا احنا مش هنحفظ كل الاي بيهات. فمثلا www.facebook.com ده ليها اي بي معين، طبعا انت مش تحفظ الاي بي، انت بتكتب الاسم ده وبعد كده بيروح للسيرفر ده عشان يشوف الاي بي بتاعه كام، لاني مش هقدر ادخل على الصفحه بتاعه الفيسبوك الا لما اكون عارف الاي بي بتاعها. طيب في شويه بروتوكولات موجوده هنا برضه هيت، اللي هو الدومين نيم سيستم، ماشي، اللي هو الدي ان اس، والهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، ماشي، والسمبل ميل ترانسفير بروتوكول ده المسؤول عن الايميل، والبوست اوفيس بروتوكول ده برضه مسؤول عن ريسيف الايميل، والديناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول ده المسؤول عن ان هو بيدي اي بي هات اوتوماتيك، والفايل ترانسفير بروتوكول اللي هو الاف تي بي، والانترنت مسج اكسس بروتوكول، ماشي. بعد كده هنتكلم عن ده اللي هو الابلكيشن لاير اللي هي الجزء الايه الاولاني خالص ده، اللي هو ده الابلكيشن لاير اللي هي في الاول خالص دي، ماشي، دي الوصله ما بينك وما بين الديستنيشن بتاعك، هي ديت اللي هتبدا انت تتعامل معاها. وبعد كده كل حاجه بعد كده بتنزل اوتوماتيك تحت في الخطوه اللي بعدها، الخطوه دي بعد كده الخطوه دي بعد كده الخطوه دي لحد ما توصل للواير وتمشي تروح لمين؟ تروح للديستنيشن اللي انت عاوز توصله. طيب
البرزنتيشن لاير اللي هو اللاير الثانيه دي بتعمل ايه بقى؟ دي شويه الفانكشنز اللي بتتم من خلال البرزنتيشن لاير. اول حاجه لو بيقول لك بتعمل فورماتنج وبرزنتنج داتا از سورس، دي زي ايه يا شباب كده؟ لو انت جيت تبص على الابلكيشن اللي بتشتغل فيه البرزنتيشن لاير زي مثلا الام كي في، الام بي جي، الموف، الجي اي اف، الجي بيج، البي ان جي، ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن الصور مثلا، عباره عن فورماتنج للتكست بتاعك اللي انت هتشتغل عليه على الايميل دلوقتي عشان تبعته لشخص تاني، عباره عن انك تعمل كومبريسنج او تضغط البيانات دي عشان وانت تبعتها ما تاخدش وقت، الانكريبتنج اللي هو بتشفر البيانات دي وانت بتبعتها عشان ما حدش يسرقها، او لو حد سرقها ما يعرفش يفكها وما يعرفش المكونات اللي فيها ايه. فده طبعا كل ده بيتم من خلال مين؟ من خلال البرزنتيشن لاير. فالبرزنتيشن لاير بتعمل ثلاث حاجات: فورماتنج، ماشي، كومبريسنج للديتا، انكريبتنج للديتا. يبقى الثلاثه دول حاجات اساسيه كده بتيجي في الام اس كيو، تلاقي كلمه فورماتنج او بريزنتنج للديتا از ا سورس انتو ا كومباتبل فورمات فور ريسبت باي ذا ديستنيشن ديفايس، اللي هو زي ما قلت كده لما مثال بسيط، لو انت فاتح الايميل بتاعك وبتكتب ايميل عاوز تبعته لحد زميل ليك. طيب كومبريسنج الديتا اللي هي مثلا انت عندك برامج بتعمل كومبريسنج اللي هي بتضغط الايه البيانات عشان وانت بتبعتها ما تاخدش وقت، فطبعا ده ايه، ده جزء من البرزنتيشن برضو، ايه من البرزنتيشن لاير. انكريبت انك تشفر البيانات بتاعتك عشان برضو وانت بتنقلها ما يحصلش ايه، ما يحصلش سرقه ليها، او لو اتسرقت ما ينفعش يفتحها وما يعرفش يعرف ما يعرفش ايه اللي موجود في ايه في الصوره دي. طبعا الجي بيج هو نوع من التشفير على فكره، يعني دي مش امتداد صوره، اه بس ده نوع من التشفير، ماشي. بي ان جي ده بيستخدم عشان يخلي الصوره ايه ترانسبيرنت، تبقى ايه شفافه من الخلفيه بتاعتها. الجي اي اف اللي هو نوع من انواع البرزنتيشن للصور برضو اللي هو بيكون فيها انيميشن، تمام. والموف ده اللي هو بيبقى برضو ايه عباره عن زي فيلم كده او حاجه زي كده. طيب السيشن لاير اللي هي اللاير اللي بعدها دي، السيشن لاير دي بتتكلم عن ايه او بتعمل ايه؟ دي بقى المسؤوله انها تفتح لك كونكشن ما بينك وما بين الايه الريسيفر. عشان كده بقول لك ايه، it create and maintain dialogues between source and destination application. يعني ايه dialogues؟ يعني هي اللي بتعمل الكونكشن اللي هتبقى ما بينك وما بين الديستنيشن، بحيث لما انت تبعت حاجه توصل للديستنيشن ده، بحيث لما الديستنيشن يجي يبعت لك حاجه توصل لك ايه؟ توصل لك بشكل سليم، ماشي؟ طيب تاني حاجه بتعمل it handle the exchange of information. لو انت تبعت بيانات من السندر للريسيفر، هي اللي بتهندل العمليه دي، هي دي المسؤوله انها تنقل بيانات من مكان الى مكان، ماشي، وما ينفعش تروح لشخص تاني مختلف عن اللي انت عاوز تبعت له. فده ايه؟ ده اللي هو بتعمل اكسشينجنج للانفورميشن تو انيشيت دايلوجز كيب ذيم اكتيف، بتخلي الكونكشن ما بينهم على طول مفتوحه. يعني من الاسم بتاعها دي بتعمل سيشن، سيشن دي معناها كانك بتفتح سيشن ما بينك وبين زميلك عشان لما تيجي دلوقتي ايه تبعت له حاجه، او دلوقتي مثلا زي ما احنا عاملين سيشن دلوقتي، عاملين دلوقتي بنتكلم اهوت على زوم، فاحنا دلوقتي فاتحين سيشن، السيشن دي اللي هي ايه؟ اللي هي الكونكشن ما بيني وما بينكم عشان اقدر اشرح لكم واقدر اخد منكم اسئله واجاوب عليكم. طبعا مين اللي بيتحكم في الموضوع ده كله؟ هو السيشن ايه؟ السيشن لير بتكيب الكونكشن بتاعتي بتبقى اكتف على طول، اند تو ريستارت سيشنز، وهي اللي بتعمل ريستارت للسيشنز لو حصل فيها مشكله. ماشي كده؟ فديت ايه؟ ديت السيشن لير اللي هي اللير رقم ايه؟ رقم 5. طيب التي سي بي اي بي ابلكيشن لير بروتوكولز، هيتكلم شويه بقى عن البروتوكولز اللي احنا لسه متكلمين عنها من شويه، ماشي. عارفين ان التي سي بي اي بي ابلكيشن بروتوكولز ديت هي بتسبيسيفاي الفورمات والكنترول انفورميشن نيسيسري فور ميني كامون انترنت كوميونيكيشن فانكشنز. ايه هي بقى ايه الموضوع بتاع التي سي بي ابلكيشن بروتوكولز ديت؟ البروتوكولز اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي زي ما احنا قلنا من شويه، اللي هي مثلا مثال بسيط زي الدي ان اس مثلا اللي هو الدومين نيم سيستم، والدي اتش سي بي ده اللي هو بيعمل دايناميك كونفيجريشن للاي بي، والاتش تي تي بي ده اللي هو المسؤول عن الصفحات الويب والتصفح والكلام ده كله. فهي ديت اللي ايه الابلكيشن بروتوكولز، بس ده ما جابهمش كلهم يعني، لسه هنتكلم عنهم كلهم بالتفصيل كمان شويه. طيب الدومين نيم سيرفيس ده او الدومين نيم سيستم ده بتشتغل في التي سي بي واليو دي بي. التي سي بي زي ما اتفقنا في اكنولجمنت، في ريترانسميت للديتا اللي وقعت، اليو دي بي ما فيش اكنولجمنت، ما فيش ريترانسميت للديتا اللي وقعت، عن طريق البورت ايه؟ عن طريق البورت 53. يعني لو انا عاوز دلوقتي اكونكت على الدي ان اس سيستم عشان مثلا ابعت اي بي وهو يبعت لي، عشان ابعت مثلا دومين نيم اللي هو www.facebook.com ويبعت لي الاي بي بتاعه، فلازم اكونكت على البورت اللي هو رقم كام؟ رقم 53.
طيب الوظيفه بتاع الدي ان اس انه بيقول لي ترانسليت دومين نيمز اللي هو الاسم بتاع اي موقع such as cisco .com مثلا into IP addresses، عشان طبعا لما تيجي تفتح البراوزر بتاعك وعاوز تدخل على اي موقع المفروض زمان كنت لازم تكتب الاي بي، لكن دلوقتي ما ينفعش طبعا احفظ الاي بي هات بتاعت الايه بتاعت المواقع دي كلها. فعملوا خدمه اسمها دومين نيم سيستم. الدومين نيم سيستم تبعت لها بتاخد الدومين نيم بتاعك وبعد كده بترجع لك الاي بي وبيتحط مكان الدومين نيم الاي بي عشان يقدر يكونكت على الموقع. تمام كده؟ طيب تاني حاجه عندنا البروتوكول رقم 2 اللي هو الدي اتش سي بي اللي هو الدايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول، وبيستخدم مع البورت 68 على الكلاينت والبورت 67 على السيرفر عشان اعمل ايه؟ دايناميكالي اساين اي بي ادريسز، عشان لو انا عندي مثلا عملت سويتش مثلا ووصلت عليه مجموعه من الاجهزه، الاجهزه دي كتير جدا ممكن توصل مثلا 25 48 50 جهاز، انا مش عاوز اتعب نفسي وادخل على كل جهاز واعمل كونفيجريشن، انا ممكن اقول له ايه؟ اقول له استخدم الدي اتش سي بي. الدي اتش سي بي دي عباره عن سيرفيس اوتوماتيك بتعمل اساين لاي بي في رنجات معينه. طيب الاتش تي تي بي ده الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وده عباره عن سيت اوف رولز فور اكستشينجينج تكست. ده بقى اللي هو مسؤول عن الاكستشينج تكست اللي هو يفتح لك الصور على المواقع، يفتح لك الساوند الفيديو اند اذر مالتي ميديا فايلز اون ذا وورلد وايد ايه وايد ويب. يعني اي موقع بتدخل عليه بتعمل عليه تصفح في مجموعه صور في فيديوهات في في ساوند، طبعا الكلام ده كله هو المسؤول عنه الايه الاتش تي تي بي. تمام. طيب بعد كده هنتكلم عن مفهوم تاني وهنرجع كمان شويه للبروتوكولز وهنتكلم عنهم كلهم بالتفصيل، بس هو هنا حابب يتكلم عن البير تو بير والمفهوم بتاع البير تو بير عباره عن ايه. بيقول لي ان انت لو عندك جهاز بالشكل ده كده، لو انت عندك مثلا سيرفر ومتوصل على جهاز مثلا موبايل بقى او جهاز لابتوب، يعني لو في جهازين متوصلين ببعض بالشكل ده كده فده بيسمى ايه؟ ده بيسمى البير تو بير. طيب مين الكلاينت ومين السيرفر؟ لو الجهاز ده بيبعت حاجه للسيرفر ماشي، يبقى الجهاز ده هو كلاينت والسيرفر ده هو ايه؟ هو السيرفر اللي هيستقبل البيانات دي. فبيقول هنا كلاينت اند سيرفر بروسيس ار كونسيدر تو بي ان ابلكيشن لير. ماشي؟ يعني انت دلوقتي قاعد في مكان والسيرفر ده في مكان تاني. ماشي؟ انت عندك ابلكيشن، انت فاتح دلوقتي ابلكيشن عشان تبعت مثلا فايل للسيرفر ده. السيرفر ده عشان يستقبل برضه فاتح ابلكيشن عشان يستقبل مين؟ البيانات بتاعتك. تمام؟ طيب بيقول لي هنا في الان كلاينت سيرفر موديل ذا ديفايس ريكويستنج ذا انفورميشن، الديفايس اللي بيطلب انفورميشن بيسمى ايه؟ بيسمى كلاينت. والديفايس اللي ريسبوندنج ذا ريكوست اللي هو بيرد على الريكوست الاولاني ده بيسمى ايه؟ بيسمى سيرفر. يعني انا مثلا دلوقتي الجهاز ده لو طلب بيانات من السيرفر ماشي؟ يبقى الجهاز ده بيسمى كلاينت في الحاله دي. تمام؟ والسيرفر ده بيسمى ايه؟ بيسمى سيرفر. طب افرض السيرفر ده طلب حاجه من الجهاز ده، يبقى دلوقتي في الحاله دي السيرفر ده هيبقى كلاينت والجهاز ده هيبقى ايه؟ هيبقى السيرفر. ماشي؟ فده ايه؟ ده المفهوم بتاع البير تو بير، ان في جهازين اتنين متوصلين ببعض بشوف مين اللي بيبعت لمين. لو في واحد بيبعت للتاني يبقى الاولاني ده كلاينت والتاني هو السيرفر. لو التاني هو اللي هو اللي بيبعت يبقى يبقى التاني هو الكلاينت والتاني هو الايه؟ هو اللي سيرفر، حتى لو هو سيرفر. ماشي؟ طيب فبيقول هنا ابلكيشن لاير بروتوكولز ديسكرايب ذا فورمات اوف ذا ريكويست اند ريسبونسز بتوين كلاينتس اند ايه اند سيرفرز. طيب لو احنا كبرنا الدنيا شويه، عندنا هنا جهاز متوصل بجهاز تاني ومتوصل بايه؟ ببرنتر. طيب الجهاز الاولاني ده بيسمى بير 1، الجهاز التاني ده بيسمى بير 2، وانا عندي هنا برنتر متوصله بالبير ايه؟ بالبير 2. طيب لو انا دلوقتي عاوز اطبع حاجه من بير 1 باستخدام البرنتر دي، هل ينفع؟ اه ينفع. فده برضه ايه؟ ده بيسمى ستراكشر للبير تو بير. بيقول لي هنا في البير تو بير نتورك تو اور مور كمبيوترز ار كونكتد فيا ا نتورك اند كان شير ريسورسز ساتش از برينتر اند ديفايس وذاوت هافينج ديديكيتد سيرفر. يعني هنا مش محتاج يكون في سيرفر، هنا لو انا وصلت الجهازين دول ببعض اللي هو البير 1 والبير 2 ماشي، وصلت بيهم البرينتر كده برضه انا كونت حاجه اسمها بير تو بير. every connected end device كل جهاز متوصل من الاجهزه دي ممكن يشتغل مره سيرفر ومره كلاينت. يعني مثلا لو انا ببعت حاجه من بير 1 ببعتها لبير 2 يبقى ده هيسمى كلاينت وده هيسمى ايه؟ ده هيسمى سيرفر. طيب لو انا بستقبل حاجه او البير 2 ده بيبعت حاجه للبير 1
يبقى البير 2 هو السيرفر، عفوا، لو انا لو البير 2 ده هو اللي بيستقبل حاجه من البير 1، يعني بيطلب حاجه من البير 1، يبقى بير 1 ده سيرفر، ومين والبير 2 هو الايه، هو الكلاينت. طيب البرينتر ده في الحاله ديت هو بيسمى ايه؟ بيسمى في بيبقى جزء متوصل في النتورك بتاعتي، يبقى البير 1 ممكن يطلب منه ان هو يطبع حاجه، البير 2 ممكن يطلب منه ان هو يطبع ايه؟ ان هو يطبع حاجه من الحاجات الموجوده عنده في الجهاز بتاعه. طيب بيقول لي في حاله البير تو بير برضه ممكن في جهاز واحد بس يمثل في الحاله دي هو السيرفر، يعني ممكن البير 1 ده يبقى هو سيرفر بس ومسؤول عن ان هو يبعت بيانات لكل الناس، هيرد على كل الريكوست بتاعت ايه؟ بتاعت كل الناس الموجوده في البير تو بير ايه كونكشن. طيب ده مثال على بير تو بير، يعني انت مثلا فاتح عندك اللي هو الماسنجر، وزميلك فاتح ماسنجر، وانتوا الاثنين بيتكلموا بعض. في الحاله ديت انتوا الاثنين ايه؟ كلاينت وسيرفر في نفس الوقت، لان انت عندك الكلاينت، انت دلوقتي بتبعت رساله، ماشي؟ فانت بتبعت الرساله دي تتبعت للسيرفر الاول، وبعد كده بتظهر عند مين؟ بتظهر عند الزميل بتاعك او اللي انت بتكلمه. برضه زميلك نفس الكلام بيبعت لك رساله، فهو يعتبر كلاينت دلوقتي، ويبعت لك الرساله فتسيف عندك انت، فانت تعتبر كايه؟ انت تعتبر كسيرفر، وتعتبر برضه ايه؟ كلاينت، لو انت اللي بتبعت رساله في الايه؟ في الحاله الثانيه. ماشي؟ فده بيسمى البير تو بير ابلكيشن، لو انت عاوز تاخد مثال على البير تو بير ابلكيشن يعني. طيب في برضه حاجه مشهوره قوي اللي هو التورنت. لو انت مثلا عملت حاجه اسمها حاجه بالشكل ده كده بيسموها البير تو بير ابلكيشن، بس ايه؟ بيزد على البيت تورنت مثلا. يعني ايه بيت تورنت؟ يعني بيقول لك ان في عباره عن نتورك بالشكل ده كده، متوصله بالشكل ده كده في كذا جهاز، وكل الاجهزه ديت بترن از كلاينت اور سيرفر للاجهزه الثانيه. يعني مثلا لو الجهاز ده طلب مثلا فيلم معين، فممكن يكون الجهاز ده مسجل، يعني يخزن عنده جزء من الفيلم، وده عنده جزء من الفيلم، وده عنده جزء، وده عنده جزء، وده عنده جزء. يبدا بعد كده الناس دي كلها ايه؟ تجمعهم وتبعتهم لمين؟ تبعتهم للشخص ده. يعني مش لازم يكون في جهاز واحد بس في النتورك عنده الفيلم كامل، لا، هو ممكن ده ينزل جزء، وده نزل جزء، وده نزل جزء، عشان بعد كده لما اجي ابعت الاجزاء ديت للجهاز الاصلي يكون الدنيا اسرع وايه؟ وما اخدش وقت كتير. ماشي؟ ده المفهوم اصلا بتاع التورنت ده اساسا اللي الناس بتستخدمه يعني في الوقت الحالي. فده اصلا ابلكيشن على البير تو بير اساسا يعني. طيب هنا هيبدا يتكلم عن الويب والايميل بروتوكولز. الويب والايميل بروتوكولز هيبدا بالاول خالص اللي هي الهايبر تكست ترانسفير بروتوكول اللي هو الاتش تي تي بي. الاتش تي تي بي، الاتش تي تي بي ده عباره عن، لو انت دلوقتي هيجيب لك الستيبس بقى، لو انت بتطلب موقع معين ايه اللي بيحصل؟ بيقول لك ذا براوزر انتربريت ذا 3 بارتس، بيبدا ياخد اليور ال بتاعك اللي هو اليور ال ده اللي هو اللي هو مثلا كلمه دبليو 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 اتش تي تي بي الاول، بعد كده نقطتين في بعض، بعد كده دبل سلاش، وبعد كده دبليو 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 دوت سيسكو مثلا دوت كوم. ماشي؟ بيبدا ياخد اليور ال ده اللي هو بيسموه يونيفورم ريسورس لوكيتور. وليه سموه كده؟ لانه هو ده اللي بيحدد اصلا الموقع بيكون فين بالظبط يعني. ماشي؟ بيبدا اول ستيب خالص البراوزر بيعمل انتربريت، بيترجم اليور ال بتاعك لثلاث حاجات. اول حاجه الاتش تي تي بي، فبيعرف خلاص البروتوكول هيبدا يشتغل عليه. ثاني حاجه بياخد الاسم اللي بعد الاتش تي تي بي اللي هو الدبليو دبليو دبليو دوت سيسكو دوت كوم، ده اللي هو السيرفر نيم اللي انا هوصل له عشان اقدر اعرض لك البيانات بتاعته. طيب بعد ما يوصل للسيرفر بيبدا يدور على فايل اسمه الاندكس دوت اتش تي ام ال. الفايل ده هو ده اللي بيبدا يفتح الايه؟ الموقع بتاعك، هو ده البدايه بتاعتك، هو ده المين، ده اللي بيفتح الايه؟ الموقع بتاعك. طيب فنفس الكلام هنا كده، كلاينت اهوت عنده بيكتب اليو ار ال اهوت على البراوزر. اول ما بيكتب اليو ار ال على البراوزر، البراوزر بيقسم الفايل ده او بيقسم اليو ار ال ده لثلاث حاجات. اول حاجه اتش تي تي بي، خلاص انا عرفت ان انا هشتغل على موقع او هفتح بيانات يعني في موقع. بعد كده هاخد الجزء ده كده اللي هو اسم السيرفر نيم، وهبعته للدي ان اس عشان اخد منه الاي بي، وبعد كده هروح ادور على مين؟ على الاندكس اتش تي ام ال عشان افتح الايه؟ افتح الموقع نفسه. عشان كده دايما لما تيجي تعمل اي موقع هيقول لك انت لازم يكون عندك ملف اسمه اندكس اتش تي ام ال او اندكس دوت مثلا بي اتش بي، ده اللي هيبدا يشتغل الموقع من عليه. ماشي؟ طيب ده الستيب 1. طب الستيب 2 ايه اللي بيحصل؟ الستيب 2 بيقول لك ذا براوزر زين تشيكس ويز ذا نيم سيرفر تو كونفيرت، يبدا ياخد ال www.cisco.com بيبعتها لمين بقى؟ دي ان اس عشان يجيب النيوميريك اي بي ادرس.
لانه هو ما بيشتغلش على اليو ار ال، ما بيشتغلش على الاسم بتاع الدومين، هو لازم يشتغل على الاي بي ادرس. فلازم ياخد الايه، لازم ياخد الدومين نيم ده يبعته للدي ان اس اللي هو الدومين نيم سيرفيس، عشان ياخد الاي بي بتاع الايه، بتاع الدومين نيم ده، تمام، عشان يقدر يكونكت على الايه، على الموقع نفسه. طيب بعد كده بيقول لي ذا كلاينت انيشيتس ان اتش تي تي بي ريكويست، بعد كده بيبعت الموقع اللي هو الكلاينت نفسه او البراوزر بتاع بتاع الشخص، بيبعت اتش تي تي بي ريكويست للسيرفر باي سيندنج ا جيت ريكويست، بيقول له انا عاوز الملف اللي اسمه اندكس دوت اتش تي ام ال باستخدام الايه؟ باستخدام الجيت ريكويست. ففي عندك ريكويست دلوقتي اسمه جيت ريكويست، ده بيريكويست الفايل هبدا افتح بيه ايه؟ افتح بيه الموقع. بعد كده بيجي ريسبونس من مين؟ من السيرفر. الريسبونس ده بيروح ايه؟ بيروح تاني لمين؟ للكلاينت. بعد كده ذا سيرفر سيند ذا اتش تي ام ال كود فور ذيس ويب بيج تو ذا براوزر. يبقى بكل بساطه اول حاجه خالص ستيب 1 ببدا ياخد اليو ار ال يقسمه ثلاث حاجات، اتش تي بي، الاسم، الدومين نيم، بعد كده يبقى عارف الاندكس دوت اتش تي ام ال موجود عنده. طيب ثاني حاجه بيبدا ياخد الدومين نيم يبعته للدي ان اس عشان ياخد الايه، الاي بي ادرس. بعد كده الموقع بعد كده كلاينت يقوم باعت اتش تي تي بي ريكويست عن طريق الجيت ريكويست، يبعتها للموقع عشان يطلب الملف اللي هو اسمه اندكس دوت اتش تي ام ال. بعد كده السيرفر بيرد عليه بالملف ده عشان يقدر يعرضه عنده. فبعد ما بعد ما بيجي له الملف ده فيقدر يفتح الموقع زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده. دي الستيب 4 بقى اللي هو البراوزر بي ايه، بيديسايفر، يعني بياخد الاتش تي ام ال كود وبيعمل لها ترجمه انتربريتنج بشكل معين عشان يفهم الفورماتس اللي فيها، ويبدا يعمل ايه، يعمل بريزنتنج لمين، للموقع اللي هو ايه، اللي هو طلبه الكلاينت. ماشي كده. طيب هيبدا يكلمك دلوقتي عن انواع الريكوستس اللي بتستخدم، يعني الاتش تي تي بي والاتش تي تي بي اس. طبعا لاحظتوا ان في ساعات وانت بتكتب موقع كده تلاقي انت كاتب مثلا www.cisco.com تلاقي اتش تي تي بي، بدل ما هي اتش تي تي بي بس بقى جنبها ايه، كلمه اس دي. كلمه اس دي معناها سكيور، يعني كونكشن اللي انت هتعملها مع الموقع ده هتبقى سكيور، فالدنيا محميه بشكل كويس بحيث ان ما حدش برضه يدخل على الفي بي ام بتاعتك ما بينك وما بين الموقع ده. ماشي. طيب ايه انواع الريكوست اللي بتطلب من السيرفرز عشان تعرض المواقع او تعرض اي حاجه؟ يعني اول حاجه اللي هي الجيت، والجيت دي اللي احنا قلنا بتستخدم، الكلاينت بيستخدم الجيت دي عشان يبعت ريكوست للسيرفر عشان يبعت له الملف اللي هو الاتش تي ام ال بيجز مثلا، عشان يفتح ايه، يفتح ملف معين. البوست ده بتابلود داتا فايلز تو ذا ويب سيرفر ساتش از فورم دي، ده بتستخدم لو انت عندك مثلا عامل عندك صفحه دلوقتي ظهرت على الويب، والصفحه ديت مطلوبه منك تعمل ساين اب، فانت بتكتب البيانات بتاعتك، واول ما بتتكه سبميت فبيستخدم البوست، فبيستخدم البوست ده كده عشان يعمل ابلود للبيانات بتاعتك في مين، على السيرفر. طيب والبوت ده بيعمل ايه؟ ده بيابلود بقى، بس مش بيابلود الفورم ديتا، ده بيابلود ايه بقى، بيابلود ايمجز مثلا او فيديوز، ماشي، او ريسورسز تكست، حاجات من دي بيابلودها على ايه، على ويب سيرفر. فدي ثلاث انواع بتوع الريكوست اللي بيبقوا متاحين او بنستخدمهم دايما في الاتش تي تي بي والاتش تي بي اس. هنا بيقول لك فرق بسيط ما بين اتش تي بي از نوت ا سكيور بروتوكول، عشان تخلي فيه سكيورتي اكتر فانت تحاول تستخدم طبعا ايه، الاتش تي تي بي اس شود بي يوزد. طيب الايميل بروتوكولز اللي هو السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول اللي هو الاس ام تي بي، وده اللي هو مسؤول عن السندنج للايميل، يعني ده مسؤول انك تبعت ايميل. وفي تو بروتوكولز تانيين اللي هو البوب اللي هو البوست اوفيس بروتوكول والاي ماب، دول مسؤولين عن الريسيف للايه، الريسيف للايميلز. بكل بساطه الاس ام تي بي زي ما قلنا مسؤول عن سند الايميل، البوب والاي ماب بيستخدموا لريسيف الايميل، بس طبعا في فرق بين الاثنين دول. ماشي، تعالى نعرف ايه الفرق بين الاثنين دول. بيقول لي هنا في الاس ام تي بي، هيشرح لك الاس ام تي بي الاول. الاس ام تي بي انت دلوقتي سندر وعاوز تبعت رساله، ماشي، فلازم تكونكت على البورت نمبر بتاع الاس ام تي بي من خلال بقى الجيميل انت اللي انت شغال عليه. طبعا انت ما بتختارش حاجه، انت طالما انت شغال على الجيميل، شغال على الجيميل نفسه، فانت لما تيجي تبعت رساله هو بيستخدم البورت نمبر بتاع الاس ام تي بي. فلما بيجي يبعت الرساله للسيرفر يبدا يشوف هو هل السيرفر ده هو اللي هيستقبل اصلا الرساله ديت ولا سيرفر تاني، لان احنا عارفين ان انت عندك مثلا في ناس مشتركه على ياهو، في ناس مشتركه على جيميل، في ناس مشتركه على الهوت ميل، فكل دي انواع سيرفرز. ماشي، فلو جيميل بيبعت لجيميل خلاص، يعني جيميل انا دلوقتي عندي ملف، عندي
اكونت الجيميل وانت عندك اكونت الجيميل، فانا لما اجي هبعت لك على نفس السيرفر بتاعي، وانت هتستقبل من نفس السيرفر بتاعي، صح؟ لان انت موجود على نفس السيرفر ده. طب لو انا موجود في سيرفر تاني، يعني انت مثلا بتبعت من جيميل ياهو، فلازم يبعت الاول السيرفر الاولاني، ولو السيرفر الاولاني ده ما لقاش ان الشخص ده مش موجود معاه في نفس السيرفر، فلازم يدور على سيرفر مختلف. لسه هنتكلم عن الكلام ده كمان شويه. طيب عموما يعني دلوقتي ان السندر بعت الرساله عن طريق البورت نمبر باستخدام البروتوكول اللي هو الاس ام تي بي، بعتها للسيرفر. فلما بعتها للسيرفر دلوقتي ما لقاش مثلا ما لقاهاش تبع السيرفر ده، فبعتها لسيرفر تاني اللي هو خاص مثلا بمين؟ خاص بيه حاجه تانيه. طيب الريسبشن ده عشان يستقبل هيستقبل من السيرفر بتاعه هو، اللي هو بتاعه هو. فنفترض مثلا ده الياهو وده الجيميل مثلا، ماشي؟ طيب فالشخص ده لما بعت للجيميل فلقى ان الشخص ده مش موجود عنده في السيرفر ده، قام بعت للسيرفر بتاع مين؟ بتاع الياهو. طيب السيرفر بتاع الياهو استقبل الرساله وخزنها عنده. الريسبشن بقى عشان يستخدم الرساله دي لازم يبعت مين؟ لازم في عشان تبعت له من السيرفر ده لازم تبعت له ببروتوكول مختلف، مش هيستخدم اس ام تي بي، لا ده هيستخدم بقى ايه؟ يا اما البوب يا اما الاي ماب، يعني هيستخدم الاثنين دول، يا اما البوب يا اما مين؟ يا اما الاي ماب. طيب هو ايه الفرق بين الاثنين؟ تعالى نعرف الفرق بين الاثنين دول. بيقول هنا ان البوب سيرفيس، ماشي، بتعمل ايه بقى؟ doesn't store messages، ما بتخزنش الرساله اللي بتجي له في السيرفر. يعني ايه؟ يعني لو رساله موجوده لحد دلوقتي في السيرفر ده والريسبشن استقبل الرساله دي، تقوم ممسوحه من السيرفر، تتشال من السيرفر خالص، ماشي؟ ده البوب ايه؟ ده البوب بروتوكول. طيب يبقى الفرق ما بين البوب بروتوكول والبروتوكول الثاني اللي هو الاي ماب، ان الرساله بتتخزن عندك في الاي ماب، يعني هي بتتنقل دلوقتي بيبقى فيها كابي في السيرفر، وبعد كده نسخه منها بتروح لك انت، يبقى انت استقبلت نسخه وفي نسخه ثانيه موجوده فين؟ موجوده في السيرفر ايه بتاعك، ماشي كده يا شباب؟ يبقى ده الفرق بين البوب وبين الاي ماب، برضه بتيجي في الايه؟ في الام اس كيو، تمام؟ طيب تعالى دلوقتي نتكلم عن الاي بي ادريسنج سيرفيسز، اللي هي ايه بقى؟ اللي هو الدي ان اس اللي هو الدومين نيم سيرفيس او الدومين نيم سيستم، اللي بيستخدم عشان يعمل يعمل ترانسليت لمين؟ للدومين نيم بالايه؟ بالاي بي. لسه اتكلمنا عنها من شويه، بس هنا جايبها لك بالتفصيل. يعني هنا بيقول لك ايه؟ كلاينت عاوز يفتح موقع معين، فهو بيبدا يبعت ال www.cisco.com، يبعتها لايه؟ يبعتها للسيرفر. السيرفر بعد كده اللي هو الدومين نيم سيستم ده ياخد الدومين نيم ويبدا يحوله الى اي بي، فادي الاي بي اهو. بعد كده الاي بي هيقوم مبعوث لمين؟ هيقوم مبعوث لكلاينت. فلما بعت للكلاينت هيقوم الكلاينت بعت ريكوست تاني باستخدام الاي بي عشان يبدا يفتح السيرفر. طبعا السيرفر موجود تحت اهو، السيرفر اللي هو عليه سيسكو بقى، اللي هو عليه الموقع نفسه. فبعد كده هيعمل كونكشن مع مين؟ مع السيرفر ده. خلاص انا خدت الاي بي بتاعي من الدومين نيم، فخلاص انا مش محتاج الدومين نيم في حاجه دلوقتي، انا هقوم باعت بالاي بي، هقوم باعته لمين؟ للسيسكو دوت كوم عشان يفتح لي ايه؟ يفتح لي الموقع بتاعي، ماشي كده؟ ده بكل بساطه. بعد كده الهيراركي بتاعت الدي ان اس، احنا قلنا ان برضو الدومين نيم برضو مختلفه على حسب الزونز، يعني على حسب الاماكن اللي انت موجود فيها، على حسب مثلا دول معينه. فمثلا دوت كوم ده بيستخدم اكتر حاجه مع البيزنس والاندستري، يعني المواقع اللي هي خاصه بالبيزنس والمواقع اللي خاصه مثلا بالايه؟ اللي هي حاجات اللي هو الاي ماركتنج والحاجات ديت، زي مثلا سوق دوت كوم وامازون والكلام ده كله. عندك مثلا اورج، ده اللي هو نون بروفيت اورجانيزيشن، بتستخدم دايما في المنظمات او تستخدم في الجامعات الخيريه، الحاجات اللي هي ما بتهدفش ان هي تاخد فلوس مثلا من الناس او حاجه زي كده، او تبيع حاجه يعني عشان تكسب، لا كل المكاسب اللي داخله لها بتبقى الحاجات خيريه. او مثلا دوله عاوزه تعمل دومين مستقل بذاتها، مثلا زي الاي يو اللي هي الاستراليا مثلا، ده دومين خاص بمين؟ خاص بيها هي يعني. فالدومين نيم سيستم ده بيتعب شويه عمال ما يجيب لك الاي بي بتاعك. يعني انت مثلا دلوقتي طلبت موقع معين، انت دلوقتي كلاينت موجود هنا كده، طلبت موقع معين، فانت بتبعت لايه؟ للروت ليفل دومين. الروت ليفل دومين ده اللي هو السيرفر المسؤول ان هو ايه؟ يشوف الدومين نيم بتاعك ده موجود في انهي سيرفر. فانت مثلا باعت www.facebook.com، ماشي؟ فانت عندك كذا سيرفر تحت الكلام ده، فانت عندك هنا دوت نت ودوت ايديو اللي هو الحاجات الخاصه بالجامعات، ودوت كوم والاي يو، ماشي، والايه والسي او مثلا. فدلوقتي ايه؟ انت بعت ايه؟ بعت مثلا انا عاوز سيسكو دوت كوم، ماشي؟ سيسكو دوت كوم هتروح لمين؟ هتروح لروت ليفل دومين، هيبدا يشوف
هو اخر كلمه موجوده عندك ايه؟ دوت دوت ايه؟ ده دوت دوت كوم. هيقوم بعتك لمين؟ بعتك للسيرفر الرئيسي بتاع دوت كوم. بعد كده السيرفر الرئيسي بتاع دوت كوم هيقوم بعتك للسيرفرات خاصه بمين؟ بسيسكو، على حسب بقى انت طالب انهي موقع. طالب مثلا تشتغل على اتش تي تي بي هيقوم باعت لك الدبليو دبليو دبليو. طالب تشتغل على الاف تي بي هيقوم باعت لك على اف تي بي. طالب تبعت ايميل فيقوم باعتك على الميل سيسكو دوت كوم. فدلوقتي ايه؟ نبقى عارفين ان انت دلوقتي في هيراركي، في دلوقتي ايه؟ هيكليه للحاجات دي. مش في سيرفر واحد بس هو اللي هيديك الايه؟ هو اللي هيديك الاي بي بتاعك، لا ده في كذا ايه؟ في كذا كذا سيرفر تحت الكلام ده. فالهيراركي بتاعتك بتبدا من الروت ليفل دومين، بعد كده بتتنقل ايه؟ لحاجه اسمها التوب ليفل دومين اللي هو التي ال دي، بعد كده بتنقل على السكند ليفل دومين، وبعد كده بتروح تشوف بقى السكند ليفل دومين ده انت عاوز ايه بالظبط؟ انت عاوز تشتغل على انهي بروتوكول؟ فكل بروتوكول بيبقى ليه ايه؟ بيبقى ليه سيرفر خاص بيه بمين؟ في سيسكو مثلا. ماشي؟ لان سيسكو ما عندهاش سيرفر واحد، سيسكو عندها كذا سيرفر، كل سيرفر بيبقى ايه؟ ليه بروتوكول معين، ليه شغل معين، اللي هو مثلا واحد خاص ب اتش تي بي، واحد خاص ب اف تي بي، ممكن في سيرفر واحد منهم يشتغل ايه؟ تو بروتوكولز مع بعض، عادي جدا، مفيش اي مشكله. طيب. بيقول هنا ان في حاجه اسمها ال ان اس لوك اب، في كوماند كده اسمه ان اس لوك اب، لو انت كتبته عندك هيقول لك الدومين نيم بتاعك ايه. يعني مثلا لو احنا جينا جربنا كده قلت له انا عاوز السي ام دي ونكتب هنا ال ان اس لوك اب، تتوقع هيجيب لك ايه؟ هتلاقي يجيب لك الدومين نيم بتاعك اللي هو الدي ان اس كاش دوت تي داتا دوت نت، ده اللي هو الدومين نيم بتاعي دلوقتي. طب هو جاب الدومين نيم بتاعي بتاع تي داتا ليه؟ لان انا واخد اصلا الاي بي ده من تي داتا، فاكيد هيجيب لك الدومين نيم بتاع تي داتا، مش بتاعك انت يعني. ماشي؟ انت مأجره دلوقتي بتدفع ايه؟ بتدفع حقه. تمام؟ لكن لو انت اشتريته للشركه مثلا معينه فبيبداوا يعمل لك تغيير للدومين نيم بتاعك على حسب الاي بي اللي انت ايه؟ اللي انت عاوزه، بيبقى ديديكيتد ليك انت بس. ماشي؟ طيب. بعد كده هنتكلم عن الدي اتش سي بي بروتوكول، وقلنا ان ده بيستخدم لو انت عندك مثلا شويه شبكات كده كبيره يعني موجوده في كذا مكان، وانت عاوز بدل ما تقعد تحط كل الاي بي هات دي اوتوماتيك بايدك، فانت ممكن تشغل الدي اتش سي بي على كل الاجهزه ديت وهي تاخد الاي بي بتاعها اوتوماتيك. طيب والكلام ده بيتم ازاي اصلا؟ بكل بساطه الدي اتش سي بي اوبريشنز اهيت، ماشي، عن طريق الرسمه الموجوده عندنا دي. انا مثلا دلوقتي عندي دي اتش سي بي سيرفر، يعني في سيرفر دلوقتي بيدعم خدمه الدي اتش سي بي اللي هي بتدي ايه؟ اي بي هات اوتوماتيك. وانا عندي دلوقتي كلاينت عاوز ادي له اي بي، فايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل لو انا عندي مثلا الجهاز ده عاوز ياخد اي بي، فبيبدا يعمل حاجه اسمها دي اتش سي بي ديسكفر، بيبدا يكتشف الاول هو مين اللي حواليه، مين السيرفرات اللي حواليه اللي ممكن تدي له اي بي هات، فبيعمل حاجه اسمها ديسكفر. ماشي؟ دي اتش سي بي ديسكفر، فبيبدا يكتشف ان في موجود عندك ايه؟ في سيرفر هنا اللي هو بيدي ايه؟ بيدي اي بي هات اوتوماتيك. ماشي؟ هيقوم السيرفر ده باعت له دي اتش سي بي اوفر، باعت له اوفر، باعت له عرض، يعني هيقول له ايه؟ هيقول له انا عندي اي بي متاح برقم كذا كذا كذا، ده الاوفر بتاعك. طيب بعد كده لازم الدي اتش سي بي كلاينت يرد يقول له انا عاوز مثلا ده، انا عاوز اعمل ريكوست ماشي للاي بي ده. بعد كده يبدا السيرفر يرد عليه بيقول له خلاص ايه؟ خلاص انت كده خدت الاي بي ده، خلاص انا ابدا اشيله من عندي. طب ليه؟ ليه يا جماعه بيعمل حاجه اسمها دي اتش سي بي اوفر ولازم ده يرد عليه بريكوست تاني؟ ليه ما يدوش الاي بي على طول؟ لان ممكن الدي اتش سي بي كلاينت ده يكون في اكتر من سيرفر حواليه بيدوا اي بي، يعني ممكن يكون في هنا سيرفر بيدي اي بي، وفي هنا سيرفر بيدي اي بي، وفي هنا سيرفر بيدي اي بي. فيقوم هو بعت ديسكفر لكل الناس دي، هتلاقي كل الناس دي كلها ردت عليه، يعني ده هيبعت له اوفر، وده هيبعت له اوفر، وده هيبعت له ايه؟ هيبعت له اوفر. طب هو بقى هيختار هياخد مين فيهم؟ لازم يختار منهم واحد بس. فهيبعت مين؟ هيبعت اللي مثلا هو اختار بتاع الجزء ده، هيقوم باعت له ايه؟ باعت له انا عاوز ايه؟ انا عاوز ريكوست ايه؟ للاي بي ده. خلاص هيقوم ده السيرفر ده باعت له تاني الاي بي ده ويعمل له اساين عليه. بعد كده خلاص الكونكشن دي اتلغى. ماشي؟ يبقى عشان كده لازم عملنا حاجه اسمها ان هو يستقبل اوفر، بعد كده لازم يبعت ريكوست، بعد كده يكون في اكنولجمنت ان انا وصل لي خلاص الاي بي ده اللي انا ايه؟ اللي انا احتاجه. دي الستبس ايه؟ لو انت قريتها بالتفصيل ده كده هتلاقي نفس الكلام اللي موجود على الصوره دي. ماشي؟ طيب. تعالى بقى نشوف الموضوع بتاع الفايل شيرنج بقى اللي هو الاف تي بي والتي اف تي بي. الاف تي بي بيقول لك الستيب 1، لو انا دلوقتي عندي كلاينت عاوز يطلب فايل موجود على السيرفر فلازم استخدم طبعا البروتوكول اللي هو الاف تي بي. ماشي؟ طيب بيقول لك عشان تعمل الكونكشن دي تستخدم اصلا تي سي بي بورت 21، واخدنا البورتس ديت في المره اللي فاتت. البورتس 21 يبقى انت كده دلوقتي طالب الاف تي بي عشان استقبل ايه؟ عشان اعمل كونكشن بس، يعني عشان اعمل بس كونكشن
اللي هي الفيرست كونكشن ما بينك وبين السيرفر، فبيستخدم الايه البورت اللي هو 21. يعني انا دلوقتي يا شباب لو عاوز انزل فايل، اول حاجه بعمل كونكشن ما بينه وبين السيرفر باستخدام البورت اللي هو 21 التي سي بي، عشان طبعا اتاكد ان البيانات دي كلها وصلت لي باكنولجمنت، عشان كده بستخدم ايه التي سي بي. طيب تاني ستيب عندي بيقول لك ان الكلاينت بيستبلش سكند كونكشن، بيعمل سكند كونكشن عشان ياكد على الموضوع بتاع الايه الملف اللي هو عاوزه من السيرفر، ماشي؟ بس هنا باستخدام بورت مختلف اللي هو بورت ايه البورت 20، بس برضه باستخدام البروتوكول تي سي بي. This connection is created every time there is data to be transmitted. يعني انت دلوقتي عملت كونكشن باستخدام التي سي بي بورت 21، ده اول كونكشن انت عملتها ما بينك وبين السيرفر، كانك عملت سيشن كده. تاني حاجه عشان تاكد على الترانسميشن للديتا، فبتدخل على البورت اللي هو البورت 20، ماشي؟ وبعد كده الستيب 3 بيبدا الداتا ترانسفير كان هابن ان ايزر دايركشن، يعني بيبدا دلوقتي بقى ايه الفايلز يا اما تتنقل لك، يا اما انت تبعت ايه، يا اما انت تبعت فايلز على السيرفر، يا اما تستقبل يا اما ايه تبعت. فده الستيب رقم 3. الكلاينت كان داونلود، يعني معناها بول يعني داتا فروم ذا سيرفر، اور ذا كلاينت كان ابلود بوش داتا تو ايه تو ذا سيرفر، ماشي؟ دي الستيبس بتاع الاف تي بي. طيب عندنا بروتوكول اسمه الاس ام بي اللي هو السيرفر مسج بلوك. السيرفر مسج بلوك دي هختصر لك الكلام ده كله، عارف انت التيم فيور، تيم فيور حاجه كده شبيهه ليه، ده البروتوكول اللي بيستخدم في التيم فيور. يعني ايه تيم فيور؟ يعني دلوقتي انت مثلا عندك كلاينت اهو عاوز تكونكت مثلا على جهاز موجود في مكان تاني، بس كانك موجود على الجهاز بالظبط، كانك بتعمل تدخل على اللوكال ديسك وبتدخل على البارتيشنز الموجوده عنده. كنا بنتكلم هنا عن السيرفر مسج بلوك اللي هو دلوقتي لو انت كلاينت وعاوز تكونكت مثلا على سيرفر، والسيرفر ده عليه كذا مثلا كذا اوبريتنج سيستم يعني، فانت ممكن تكونكت عليه كانك دلوقتي شغال على الجهاز بتاعك بالظبط، فانت بتستخدم حاجه اسمها الايه؟ الاس ام بي اللي هو السيرفر مسج بلوك. وطبعا لازم عشان تكونكت اساسا لازم تعمل ثلاثه ستيبس. اول حاجه اللي هو الستارت اوثنتيكيت اند ترمينيت سيشنز، يعني لازم تستارت الكونكشن بتاعتك ما بينك وما بين السيرفر ده، وتوثنتيكيت اللي هو يتاكد انك ايه انك اوثورايز او انك مين اساسا اللي داخل دلوقتي عندي، ماشي؟ ولو انت دلوقتي قفلت السيشن فلازم تعمل ترمينيشن يعني. طيب كنترول فايل اند برينتر اكسس، انت ممكن تكنترول برينتر موجود في اي مكان او تكنترول ديفايسز موجوده في اي مكان، ماشي؟ allow an application to send or receive messages to or from another device، وتديك برضو ايه الصلاحيه انك تبعت للاجهزه الموجوده في على السيرفر ده او تبعت للبرينتر ده باستخدام نفس ايه نفس البروتوكول ده. طيب هنا بيقول لي الفرق ما بينه وبين الاف تي بي اللي هو الكلاينت استابليش ا لونج تيرم كونكشن، يعني الكونكشن ما بينك وما بين السيرفرات دي بتبقى قويه جدا. افتر ذا كونكشن از استابليشد، اول ما بيحصل الكونكشن ما بينك وما بين السيرفر ده باستخدام البروتوكول ده، ذا يوزر اوف ذا كلاينت كان اكسس ذا ريسورسز، يقدر ياكسس كل الريسورسز الموجوده على السيرفر كانه بالظبط كانها موجوده عنده في اللوك في اللوكال ديفايس بتاعه، ماشي؟ فده المثال الايه زي التيم فيور كده بالظبط. طيب ده اللي هو ايه، ده اللي هو الموديول رقم موديول رقم 15. في اي سؤال خاص بالموديول ده يا شباب قبل ما ندخل في الموديول اللي بعده؟